السلام عليكم متابعين خطاب دعم وفاء، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نصاوب معكم فستان ديال البنوتات، كيجي الشكل ديالو رائع. هنايا غير من البقية ديال القماش كنت وصلت معكم واحد الموضوع، شدوا لي هاد الطروفة هادو ديالتو، هنا غير طروفة صغار. وبالنسبة للقياس اللي غادي نفصل به ديال 2 سنوات، نتوما خدوا غير نص متر كافيكم باش تفصلوا هاد الموديل هذا. غادي نجيب هاد القطعة هادي، غادي نتنيها على 2 وغادي نتنيها على 4، وغادي نخلي القياس ديال 1.8 سنتيم ديال الكروازي ولا 7 سنتيم. هنا خليت 8 سنتيم صافي. غادي نحطو القياسات، وهنا القطعة ديال الخلف غادي تجيني محلولة، غادي ندير لها واحد الخياطة هكا في الوسط، وغادي ندخلو في العنق ب6 سنتيم، وفي الكتيف عندي 15 سنتيم مع سنتيم ديال الخياطة 16 سنتيم. غادي نهبط ب2 سنتيم ديال الكتف، وغادي نطراسي هكا الخط ديال الكتف. الا كنتو غديروا القطعه ديال الخلف محلوله كتزيدوا سنتيم ديال الخياطه ديال القطعه ديال الخلف ولا القياسات اللي كتحطوهم في الفستان. هنايا في الطول ديال التركيز هبطت ب16 سنتيم، درت نفس القياس اللي عندي في الكتف، وفي الصدر درت 17 سنتيم مع سنتيم ديال الخياطه 18 سنتيم، وفي الطول هبط 23 سنتيم، وفي الحزام درت نفس القياس اللي عندي في الصدر 17 سنتيم وسنتيم ديال الخياطة 18 سنتيم. غادي نحيد القطعة ديال الأمام على القطعة ديال الخلف، وغادي نديرو تعديلات على القطعة ديال الأمام. هنايا غادي نطلع بواحد 2 سنتيم باش ما يجيونيش هكا هاد الجوانب هادو طايحين فاش نخيط البياسة صافي. وغادي نطراسي هكا الخط ديال الكروازي، هنايا فاش كنفصل كنخلي واحد 1 سنتيم اللي غادي نتني به العطفة هنايا في الدورة ديال العنق بحال هكا. الدورة ديال العنق كنخلي 1 سنتيم، وهنا كنحيد هاد 2 سنتيم باش كيجيني بحال هكا هاد الكروازي. غادي نجيب هاد القطعة هادي الكبيرة، غادي نتنيها هكا على 2، غادي نتنيها على 4، وغادي نفصلو منها القطعة السفلانية بحال هكا. عندي واحد القطعة القطعة ديال الأمام غتجيني ناقصة على القطعة ديال الخلف، هي اللي غادي نديرو فيها ديك الكروازي كما شفتو في الصورة. وغادي نجيب هاد القطعه هادي ديال الخلف، وهنايا كنخرج ديك سنتيم ديال الخياطه ديال القطعه ديال الخلف، وغادي نحط نفس القياس اللي عندي في الدوره ديال الحزام، وغادي نزيد عليها هكا واحد 4 سنتيم ديال الكروازي اللي غادي نحتاجوها في القطعه ديال الامام. ثم الا كان عندكم التوب كافي زيدوا هكا 6 سنتيم، هنايا غادي نزيد غير 4 سنتيم هي اللي بقات ليا في التوب بحال هكا. غادي نطراسي هاد 1 سنتيم اللي في القطعة ديال الخلف، وغادي نطراسي نفس القياس اللي عندي في الدورة ديال الحزام، وزدت عليه 4 سنتيم. ثم الا كان عندكم توب كافي زيدوا عليه 6 سنتيم ديال الكروازي، وفي الطول درت فيها 30 سنتيم هي اللي عندي في الطول ديال القطعة. وغادي نحيد هاد القطعة هادي اللي غادي نفصل منها الكمام، خليتها على قبل الكمام صافي. وغادي نحل هاد القطعة هكا من الجوانب، وغادي نحيد القطعه ديال الخلف والقطعه ديال الامام. غادي نحيد هذه القطعه هذه الصغيره اللي غادي نديرو بها الكروازي اللي جاتني ناقصه على القطعه ديال الخلف. وغادي نجليها، غادي نطلع ب 13 سنتيم هكا. في الاول كنت طلعت غير ب 12 ورجعت طلعت ب 13 سنتيم عفوا. وغادي نطراسي هذا الخط هكا دائري، وغادي نحل هاد القطعة هادي من الجب. وغادي ناخد هاد القطعة هادي، غادي ندير في العرض ديالها 8 سنتيم هي اللي غادي نديرو بها الكشكشة في الدورة ديال الجليل ديال الفستان بحال هكا. وفي الطول كديرو هكا شي قطعة طويلة باش كديرو بها الكشكشة. انا هنايا غادي نلاقي 2 ديال القطع، قطعة واحدة ما تكفينيش، درت 2 ديال القطع.
بحال هكا كيجينا العرض ديالها. وغادي نجيب هاد القطعة هادي، غادي نتني هكا على اثنان، وغادي نتني على اربعة، وغادي نفصل منها الكمام بحال هكا. غيجيونا الكميمات غير هكا صغار غير قصار. غادي نجيب هاد القطعة هادي ديال الخلف، وغادي نطرس بيها الدورة ديال التركيز هكا باش ما نضيعش الثوب. وفي الطول ديال الكم درت فيه 16 سنتيم، وفي العرض درت فيه 13 سنتيم، مع سنتيم ديال الخياطة 14 سنتيم. صافي غادي ندوزو للخياطة. أول حاجة غادي نخيطوها هي هاد القطعة هادي ديال الأمام، غادي نتني هكا واحد نص سنتيم، وغادي نتني سنتيم ديال العطفة في القطعة ديال الأمام. بحال هكا كتجينا. ونفس الطريقه غادي نديرها القطعه الاخرى. ملي جبت القطعه ديال الخلف غادي نديرو البليات، حيت القطعه ديال الامام غادي تجينا كروازيه، ديك 4 سنتيم اللي زدناها في القطعه ديال الخلف غادي نديروها بليات بحال هكا. والقطعه ديال الامام كنخليهم نفس القياس باش كيجيونا كروازيين. وغادي نجيب هاد القطعات هادو ديال الامام، غادي ندير هكا قطعه على قطعه باش كتجينا كروازي، وغادي نخيطو القطعه ديال الامام بحال هكا. هنا قبل ما تخيطوا هاد القطعة هادو ديال الامام، كتجيبوا القطعة ديال الخلف وكتقيسوا هكا باش كتجيكم نفس القياس، ما تجيكمش القطعة ديال الامام صغيرة على القطعة ديال الخلف، كتقيسوا بالقطعة ديال الخلف. هنا غادي نخيط هاد الكروازي بحال هكا كتجينا. صافي وغادي ندوزو نخيطوها مع القطعة السفلانية. هنا جبت واحد القطعة، وغادي نجيب هاد القطعة هادي الفوقانية، غادي ندير هكا الوجه لعند الوجه وغادي نخيطها. غادي ناخذ القطعه الثانيه وغادي نخيطوها بحال هكا كتجينا كروازيه. وديك الكروازي اللي غيجينا في القطعه السفلانيه يجينا انفاس مع القطعه الفوقانيه. بحال هكا كتجينا. وغادي نجيبو هاد القطعه ديال الخلف، غادي نديرو هكا الوجه لعند الوجه، وغادي نخيطو الكتفين. صافي من بعد ما سالتهم غادي نخيطو الكم. غادي نجيب هاد الكم، غادي ندير هكا الوجه لعند الوجه، وغادي نشد النص ديال الكم في الخياطة ديال الكتف، وغادي نبدا بالخياطة من واحد الجهة. صافي من بعد ما خيطت لكم غادي نجمعوا البياسة. صافي من بعد ما ساليتها غادي ناخد هاد القطع هادو، غادي ندير هكا الوجه لعند الوجه، وغادي نخيطهم. غادي نتني سنتيم من واحد الجهة بحال هكا، غادي نديرو العطفة
بعد ما ديت العطفه كتجينا بحال هكا هاد الشريطات ديال التوب، وغادي نجيب واحد البانكه غادي نديروها هكا في الصباط، وغادي نديرو غرزه خمسه، وغادي نديرو الكشكشه. بحال هكا كتجينا، وغادي ندوزو نركبوها على البياسة. غادي نجيب هاد البياسة وغادي نبدا هكا من هاد الدورة هادي ديال الكروازي، وغادي ندير هكا الوجه لعند الوجه، وغادي نخيطها. صافي كتخيطوها بحال هكا في الدورة ديال الجلايل كاملة. بحال هكا كيجي الشكل ديالها هاد الكشكشه في الدوره ديال الجلايل، وبحال هكا كيجي هاد الكروازي. وغادي نجيب هاد الشريط هذا في العرض ديالو 4 سنتيم، وفي الطول درت فيه 30 سنتيم. بحال هكا غادي 2 سنتيم من الجوانب، وغادي ندير به واحد الشريط ديال الثوب. صافي من بعد ما خيطته هنا صبت جوج ديال القطع، وغادي نجي لهنا لهاد الدوره هادي ديال الكروازي، وغادي نركب هاد الحزام. بحال هكا كيجينا بحال الحزام هكا في الدوره ديال الكروازي، كنديرو جوج ديال القطع. وغادي نقلبوه لهاد الجهه هادي. صافي وغادي نثبتوه. بحال هكا كيجينا هاد الحزيم، وغادي نخيطو شريط لاخر في الجهة الاخرى. بحال هكا غادي نخيطوه. كتكحزو هكا غير واحد 3 سنتيم من الدورة ديال الكروازي، وكتركبو هاد الحزام هذا هاد الشريط. بحال هكا كيجيونا، وغادي ندير العطفة للدورة ديالكم. صافي من بعد ما ساليتهم غادي ندير العطفه للدوره ديال العنق، وغادي ندير السورجيل هنا، وغادي ندير السورجيل لهاد السنتيم، وغادي نشوفوا الشكل النهائي. وكان هذا هو الشكل النهائي. بحال هكا كيجينا هاد الفستان، وهاد الكروازي كيجينا بحال هكا. القطعه الكروازي ديال القطعه السفلانيه كيجينا انفاس مع القطعه الفوقانيه. بحال هكا كتجينا هاد الكشكاشه، وكنديروا هاد الحزيم بحال هكا كنشدوه. وكان البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون استفدتوا فيه، وما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، تخليوا ليا لي جيم والتعليق ديالكم. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.